ما الذي تحقق من اتفاق السويد بعد عام كامل على توقيعه؟ لماذا لا يزال المبعوث الأممي متفائلاً رغم عدم تنفيذ أي من بنود الاتفاق؟ هل أصبح اتفاق السويد عبئاً على المشهد اليمني بعد هذا الفشل الذريع؟ أهلاً بكم. قالت 14 منظمة عاملة في اليمن إن حوالي 800 مدني بين قتيل وجريح تم رصدهم منذ توقيع اتفاق السويد في محافظة الحديدة لوحدها. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن محافظة الحديدة أصبحت أخطر مكان في اليمن على المدنيين. ورغم مرور عام كامل على اتفاق السويد إلا أنه لم يحقق أي تقدم في أي من ملفاته الثلاثة الحديدة والأسرى وتعز. وبالرغم من الإخفاق التام إلا أن المبعوث الأممي يحتفي في كل بياناته بالإنجاز الذي حققته الأمم المتحدة في ملف اتفاق السويد. ونحن هنا نتساءل ما هي هذه الإنجازات التي لا يراها سوى مارتن غريفيث وفريقه؟ وما الذي يجعله يوزع التفاؤل في كل اجتماع رغم تكرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ أي اتفاق بما فيها ملف الأسرى والمعتقلين الإنساني؟ وبالمقابل إلى متى ستظل الشرعية تتماهى مع ما يبدو أنه وهم لا يوفر سوى الوقت للميليشيا والبيئة المناسبة للانتهاكات وأمراء الحروب؟ عام منذ تصافحت الأيادي وارتفع منسوب التفاؤل بتغيير المشهد في اليمن وبداية حلحلة الأزمة المشتعلة منذ 5 سنوات. عام كامل مر على اتفاق السويد الذي اتفق فيه وفد الانقلاب والشرعية على عدة ملفات أبرزها ملف الحديدة وملف تبادل الأسرى، ولكن لم يتحقق شيء منذ تلك اللحظة. فيما يخص الحديدة، الملف الذي حاز على الاهتمام الأكبر من الأمم المتحدة، فشل 3 جنرالات أمميون تعاقبوا على رئاسة الفريق المكلف بالإشراف على عملية الانسحاب وإعادة الانتشار في تحقيق أي اختراق في المشهد بعد عرقلة ميليشيا الحوثي لأي خطوة من شأنها رفع يدهم عن الموانئ أو المناطق الحيوية داخل المدينة. 14 منظمة دولية قالت في بيان لها إن قرابة 800 ضحية بين قتيل وجريح هم حصيلة عام من الهجمات التي أعقبت توقيع اتفاق ستوكهولم، مشيرة إلى أن الحديدة أصبحت أخطر مكان في اليمن في ظل استمرار الهجمات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة. لا ينفك غريفيث بالإعراب عن تفاؤله في تنفيذ الاتفاق، بينما يقول الواقع أن ميليشيا الحوثي لم تقدم تنازلاً يسمح بمد جسور السلام في المحافظة، سوى مسرحية استبدال قوات الميناء بنفس الجنود بعد تغيير زيهم العسكري. كان يفترض أن يقود التقدم في الحديدة إلى فتح باقي الملفات، وعلى رأسها ملف تعز المدينة التي تشهد منذ بداية الحرب حصاراً خانقاً من جانب ميليشيا الحوثي، إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة. بل حتى الملف الإنساني المتعلق بالإفراج عن الأسرى الذي كان كثيرون متفائلون بتنفيذه مني بالفشل بعد رفض الحوثيين صفقة الإفراج على أساس قاعدة إطلاق الجميع مقابل الجميع كما كان متفقاً عليه في ستوكهولم. لا شيء تحقق على الأرض حتى اللحظة، لكن الأمم المتحدة ومندوبوها لا يرون ذلك، لتستمر حفلة بيع الوصفات السيئة لسلام زائف يقضي على ما أبقته الحرب من حياة اليمنيين. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي وديع عطا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير بداية أستاذ وديع. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، مرحبا. أهلا بك. إذا دعني أسألك أستاذ وديع، بعد عام على اتفاق السويد، برأيك ما الذي تحقق؟ دعيني أقول في المبتدأ بأن اتفاق السويد بشكل عام بالنسبة لنا كأبناء الحديدة يعني وحتى كمراقبين يمنيين بشكل عام، أعتقد بأنه ولد ميتا أصلا، لأنه لم يتطرق لأسباب وجذور المشكلة بشكل رئيسي، بل يعني تقدم كما لو أنه عملية تجميل لقبح الانقلاب وكرس الانقلاب أيضا كحقيقة يعني كأمر واقع على أبناء الحديدة.
لم يتم التعامل مع الحديدة بأهميتها الديموغرافية كما تم التعامل معها كمجرد مصدر للموارد وكمينة فقط. الجميع كل الأطراف السياسية والمحلية الدولية والإقليمية كلهم تعاملوا مع الحديدة وكأنها الميناء فقط، لم يتعاملوا معها باعتبارها محافظة هي ثاني أكثر محافظة الجمهورية من حيث السكان، وتمتد يعني بمديرية 26 مديرية. الحديدة هي عنوان للمعاناة الإنسانية بشكل عام لليمن، وازدادت أيضا عمقا هذه المعاناة بسبب هذا الاتفاق المفروغ أيضا من المفروغ تماما من محتواه. لم يعني القضية الإنسانية في الموضوع يعني تم التعامل معها فقط كملف للابتزاز الإنساني والمناورة السياسية ليس أكثر من ذلك. يعني الكلفة الإنسانية زادت، يعني معاناة، ألغام، مجاعة، تخزين وسوء تخزين أيضا لمسألة يعني الإغاثات. هناك أكثر من 3000 طن تقريبا تم يعني تتلف على مرأى المجتمع الدولي، وهناك يعني مراقب أو يعني مبعوث دولي يريد أن يجمل قبح هذه الميليشيا تماما، ويريد أن يقدم نفسه كما لو أنه يحرز تقدما في هذه المسألة على مستوى الحديدة وعلى مستوى اليمن من خلال ملف الحديدة فقط. لم ينجز شيء من 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 غرفته في أحد الفنادق في عمان يطل علينا من حين إلى آخر ليدلي بإفادته لمجلس الأمن، غير أنه لا يقدم أي معلومات حقيقية تؤكد يعني ملامسته للواقع وملامسة المشكلة الإنسانية الحقيقة وحتى المشكلة السياسية. لأنه حينما يكذب أو يفتري ويقول بأن هناك تقدما في الحديدة، يعني هناك مدنيون يلمسون أو تقع عليهم القذائف بشكل يومي في التحيتة وفي حيس وفي الدريهمي، معاناة إنسانية تتوسع وتتفاقم على مرأى منه. يعني هو مطلع من خلال مراقبيه ومراقبيه يلمسون هذه التعنتات. ما هي الإنجازات التي يتحدث عنها في كل بياناته أو جلسات مجلس الأمن ونحن في صدد تحقق نجاحات وما إلى ذلك؟ ما الذي يتحدث عنه؟ حقيقة جريفيث لم يحقق شيئا يعني على مستوى الحديدة ولا حتى على مستوى أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم بشكل عام، يعني لا حتى على مستوى الأسرى ولا على مستوى تعز ولا حتى الحديدة التي يعتبرها هو العنوان الرئيسي لأي مصالحة أو أي تقدم يعني في 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 المسألة السياسية اليمنية برمتها. جريفيث يحاول أن يقتنص في بعض الأحيان مثلا بعض العناوين التي يمكن أن يسوقها، لكن لا ننسى بأنه يعني كان قد تعين تقريبا في فبراير 2018 جريفيث كمبعوث دولي إلى اليمن، وبعدها تقريبا في نوفمبر يعني مباشرة كانت المعارك في الحديدة على أشدها وأنها يعني على مشارف التوقف. ذهب إلى الحديدة ليقول سوف أجنب الحديدة ولاة الحرب. جريفيث حينما قال في نوفمبر 2018 هذه العبارة، لا تزال الحديدة حتى اليوم تعاني ويلات هذه الحرب، وكذب في عبارة هذه لأنه لم يحقق حتى 1% من هذه العبارة. نعم، وأن تتحول الحديدة إلى أخطر منطقة، تحولت إلى عنوان للمأساة، تحولت إلى عنوان للكارثة الإنسانية بشكل كبير. اليوم نحن نتحدث عن عشرات بل مئات الأرقام من المعاناة. ودعيني أيضا أشير إلى موضوع أيضا مهم، أيضا مسألة أن الشرعية كذلك لم تتعامل مع الحديدة بصفتها وأهميتها الجيوسياسية. نعم، ولا كذلك ثقلها الديمقراطية. تعاملت معها وكأنها محافظة ملحقة بالجمهورية اليمنية وليس محافظة رئيسية، يعني تتولى على الأقل 70% من المسؤولية التجارية كمينة رئيسي، وحتى على الأقل 70% كمسؤولية إغاثية كذلك كونها تحوي أكبر مخازن الإغاثة على مستوى اليمن. نعم، إذا لو سألتك أستاذ وديع برأيك، هل هذا الاتفاق بدلا من تحويله إلى طريق نحو السلام الشامل بات يمثل حجر عثرة أمام أي تسوية سياسية في اليمن أو حلول عسكرية؟ بالنسبة يعني لاتفاق ستوكهولم بما يتعلق في الحديدة، هو لا يزال جريفيث يراوح فيه فقط ليكرس الميليشيا. يدرك تماما جريفيث ومن ورائه القوى الدولية التي تريد بقاء الميليشيا الحوثية شوكة ليس على المستوى اليمني فقط، بل حتى شوكة على المستوى الإقليمي، يعني شوكة في حلق المملكة العربية السعودية كميليشيا طائفية تتبع إيران. جريفيث جاء لإنقاذ الميليشيا الحوثي يعني باتفاق ستوكهولم، وكرسهم للبقاء في الحوثي في صنعاء في الحديدة. تقسمت شوارع الحديدة وقطعوا أوصالها، يعني حفروا الخنادق، هجر أكثر من 600 ألف نسمة تقريبا على مستوى مدينة الحديدة وعلى مستوى المديريات أو المناطق المجاورة لها. زاد عداد القتلى والضحايا على مستوى المديريات أو المدن الثلاثة التي يقال أنه تم تحريرها.
الفاتورة الإنسانية تزداد. لم يتحقق شيء يمكن أن يتغنى به غريفيث، لكننا للأسف كذلك لدينا قصور فيما يتعلق بالشرعية بتسويق هذا الفشل وبتقديم وبفضح غريفيث الذي يكذب على المجتمع الدولي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ويقول بأن هناك تقدما يحصل في الحديدة. لا يحصل من تقدم في الحديدة إلا فقط أن الرواتب التي أمنها غريفيث لموظفيه الدوليين منتظمة، وأنه من حين إلى آخر يبشرنا بأنه سيزيد من أعدادها البعثة. أستطيع أن أقول بأنه بكل سخرية أيضا بأن غريفيث كل ما حققه في الحديدة أنه أمن وظائف لبعض العاملين الدوليين الذي يتواجدوا في الحديدة. نعم. ولم يحقق لأبناء الحديدة إلا مزيدا من ويلات الحرب ومزيدا من الدمار. نعم. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الناشط الحقوقي طارق سرور عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ طارق. مساء الخير أختي الكريمة، والتحية لك وللزميل العزيز وديع عطاء. أهلا بك أستاذ طارق. يعني من يتحمل وزر تعثر تطبيق اتفاق استوكهولم للسلام؟ طبعا بالدرجة الأولى تتحمل هو ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهي التي منذ توقيعها على الاتفاق كانت تنوي الهروب والانتقال إلى مرحلة جديدة. للأسف جاء هذا الاتفاق وقوات المقاومة الإسلامية وقوات الشرعية على مسارف ميناء الحديدة، ولعب اللوبي الحوثي للأسف الشديد في الأروقة الدولية ضغوط كبيرة وعجل بهذا الاتفاق الذي أنقذ هذه الميليشيات وأعاد لها الحياة من جديد. بموجب هذا الاتفاق أعادت التقاط أنفاسها وترتيب تحشيد أفرادها، وتمكنت قبضت من السيطرة على مدينة الحديدة. وطبعا بالإضافة إلى أن الميليشيا هي من تتحمل بالدرجة الأولى عدم تنفيذ هذا الاتفاق، هناك المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، المبعوث الدولي غريبة الراعي لهذا الاتفاق للأسف الشديد الذي شرعنا لهذه الميليشيات سيطرتها على مدينة الحديدة، شرعنا لهذه الميليشيات قتل أبناءنا وأهلنا في الحديدة، شرعنا لهذه الميليشيات حصار الحديدة، شرعنا لهذه الميليشيات استلام ميناء الحديدة والصليب ورأس عيسى في مسرحية هزلية. وبالتالي يتحملوا دماء الأبرياء الذين يسقطون بشكل يومي وإلى اليوم في مناطق الدريهمي وحيس وتحيتا وغيرها من المناطق، سواء بألغام هذه الميليشيات أو بقذائفها المختلفة أو سواء بالحصار. كثير من الناس لا يستطيعون الانتقال إلى مناطق أخرى جراء لعلاجهم، وبالتالي للأسف الشديد يقضون أو يموتون في مناطقهم كونهم لا يستطيعون الانتقال نتيجة حصار هذه الميليشيات لمدينة الحديدة ولبقية المديريات. فالوضع فعلا مؤلم بكل ما تعنيها الكلمة، والمجتمع الدولي للأسف الشديد يقف شاهد زور على نعم. سنتطرق لدور المجتمع الدولي، ولكن أستاذ طارق انتشرت مرات انتشارات نعم. أوضاع متعددة والجميع يتفرج على معاناة أبناء الحديدة. نعم أستاذ طارق، يعني سنتحدث عن ذلك لاحقا، ولكن قبل ذلك أطلقتم حملة معنية بمرور عام على اتفاق ستوكهولم دون تحقيق أي شيء، حدثنا عنها. نعم أختي الكريمة، بالمناسبة مجلس تهامها الوطني يخلق حملة كبيرة بمناسبة مرور عام على اتفاق ستوكهولم، وبهذه المناسبة من خلال قناتكم نطلب من جميع الإعلاميين والناشطين والحقوقيين المشاركة بهذه الحملة على الهاشتاج في تويتر وخيط وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان استوكهولم عام من الفشل. المجلس التهام الوطني سينظم وقفات احتجاجية في مدينة عدن أمام مقر المبعوث الدولي وفي بقية المناطق المديريات المحررة، بالإضافة إلى بعض العواصم الدولية. فنأمل من جميع التغطية الإعلامية الإيجابية لهذه الوقفات.
مجلس مهامه الوطني ويطلق هذه الحملة يهدف إلى تعريف العالم بالمأساة التي يعانيها أبناء الحديدة جراء هذا الاتفاق وتضاعف معاناتهم منذ توقيع هذا الاتفاق 13 ديسمبر الماضي. وبالتالي هو يؤكد للتحالف ويطلب من القيادة الشرعية أيضا وقف هذا الاتفاق واستكمال تحرير المحافظة وتخليصها من هذه الميليشيات لكي تنعم بالأمن والأمان. نعم، إذا أعود إليك أستاذ طارق، ولكن بعد أن أسأل الأستاذ طارق أستاذ وديع عفوا برأيك، يعني هل تجدي مثل هذه الحملات الإلكترونية، هل تجدي في إطلاقها بالضغط على الأطراف المعنية؟ في المجتمع الذي يحترم وسائل الإعلام ويحترم كلمة يعني الكلمة الإنسانية التي يمكن أن تصل عن طريق هذه الحملات، أعتقد بأنها يمكن أن تؤثر، لكن لابد لها من حامل أيضا، لابد من أن تتضافر كل الجهود الإعلامية والسياسية كذلك لإيصال هذا الصوت عبر وسائل الإعلام الرسمية مثلا، التي يمكن بل يفترض بأن تحمل هذه الرسالة، ليس باعتبارها عنوانا لمجموعة من الشباب أو حتى لمجلس التهام الوطني إلى العالم، بل لأنها صوت من اليمن كذلك. اليمن الذي أصبحت الحديدة اليوم بشهادة من 14 منظمة دولية تقول بأن الحديدة أصبحت هي أكثر من يدفع ثمن هذه الحرب على مستوى المحافظات اليمنية. بالإضافة طبعا نستطيع أن نقول أيضا تعز عنوانا للحصار الضالع، المناطق التي فيها كل المواجهات هي كذلك عنوان لهذه المعاناة، لكن ستوكهولم ركز على الحديدة وجعلها عنوانا له، لذلك هي عنوان الخسارة الإنسانية الأكبر، لذلك جاء هذا الهاشتاج الذي أطلقه الشباب ويتبنوه، وأتمنى أن تتفاعل معهم كل وسائل الإعلام ليصل فعلا إلى المعنيين، لذلك لابد بأن يتم تعزيز هذا الهاشتاج في تويتر مثلا وفي كل وسائل الإعلام التي يطلع عليها المسؤولون والمعنيون على مستوى الدول وعلى مستوى المنظمات الدولية، لكي يوصلوا صوت هؤلاء المقهورين وصوت هؤلاء المطحونين وهؤلاء الضحايا إلى المنصات الدولية التي يفترض أن تسمع صوتهم، لأن فيه كثير من المعلومات وكثير من الصور وكثير من القصص التي يندى لها الجبين وتبكي لها القلوب حقيقة، لأنه يعني اليوم لدينا أكثر من 400 طفل تقريبا دفعوا يعني الثمن ما بين قتيل وجريح من أبناء محافظة الحديدة، كل شهر تقريبا هناك 33 طفل على مستوى محافظة الحديدة يموتون أو يجرحوا جراء الألغام وجراء العبوات الناسفة، ناهيك عن الحرب الأخرى أيضا التي هي متمثلة في الأوبئة التي اليوم يعني تجتاح المناطق يعني الريفية من محافظة الحديدة على مرأى من المجتمع الدولي الذي يتغنى بالقضية الإنسانية في اليمن. ستوكهولم لم يحسن الوضع الصحي على الأقل للنازحين، لم يستوعبهم فعلا، يعني لا تزال هناك يعني عشرات المخيمات بدون حتى أبسط مقومات الحياة ومقومات الاستقرار، ويعانون اليوم برد الشتاء بدون أن يزورهم أحد. هناك كذلك جريفيث لم يقم بزيارة على الأقل إلى 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 المناطق المشتعلة فعلا على 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 تخوم محافظة الحديدة في المناطق زي تحيتة مثلا أو حيس، يعني هاتين المدينتين بالإضافة إلى الدريم التي أصبحت منقسمة اليوم، يعني كانتون مع الشرعية وكانتون مع الانقلاب اليوم الناس، وفي الأرياف كذلك هناك أيضا صيغة أخرى من يعني شكل أشكال الحصار والمعاناة والكارثة الحقيقية أيضا، لأن أبناء الريف اليوم أصبحوا لا يستطيعون يصلون إلى عمق المدن التي كانوا يعني يحصلون منها على تمويناتهم الرئيسية أو يداووا فيها أطفالهم. اليوم من كان يصل إلى حيث مثلا يتسوق فيها أو يحصل فيها على حبة دواء أصبح عليه أن يذهب إلى جبل راس وأن يأخذ قيمة متر مثلا لا يقل عن 5000 ريال. من ناهيك أيضا عن بعض القرى التي تتبع الخوخة التي نعتبر نموذج للتحرير، ايضا بعض القرى كذلك الشرقيه من مدينه الخوخه لا تزال حتى اليوم مقطعه اوصالها. إذن هناك يعني هناك عنوان للقضيه للكارثه اسمه الحديده، والعنوان السياسي لهذه الكارثه هو ستوكهولم الذي جاء ليضاعف من معاناه هذه المحافظه على مستوى اليمن جميعا. اعود اليك استاذ طارق. استاذ طارق، فيما كانت ميليشيا الحوثي تقصف المدنيين كان جريفيث يزور صنعاء، ألا تجد في ذلك مقاربة لبن عمر حين كان يزور الحوثي في معقله بصعدة وميليشياته تسقط صنعاء؟ نعم أختي الكريمة، للأسف الشديد نشعر بانحياز كامل من قبل المبعوث الدولي جريفيث إلى الميليشيات وشرعنة جرائمها على الحديدة، ويتضح ذلك من نتيجة استقالة رئيس لجنة الانتشار السابق
الذي كان جادا وكان يحاول ان ينفذ بنود الاتفاق وفضح تعنت ميليشيا الحوثي فتم اقالته وعين رئيس لجنه انتشار اخر. فايضا يتضح من عدم إدانة الميليشيات من قبل المبعوث غريفيتش لكافة إحاطاته لمجلس الأمن، فهو لم يذكرها نهائيا بأنها معرقلة، برغم أن الميليشيات حتى تعرضت لموكبه، برغم أن الميليشيات تمنع فرق الانتشار الدولية من الانعقاد وممارسة عملها الروسيني إلا بعد تعقيدات متعددة، بالرغم بأن ميليشيات الحوثي الإقليمية أيضا تحاصر مخازن المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة وتسيطر على المواد الغذائية فيها، إلا أننا لم نسمع أي إدانة من قبل هذا المبعوث، ويحاول أن يحسن صورة هذه الميليشيات ويحاول أن يخرج بنجاح شخصي للأسف الشديد على حساب دماء أبناء الحديدة وأطفال الحديدة ورجال الحديدة. لهذا نقول له كفى، يجب إيقاف هذا الاتفاق ويجب الإطلاق العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة، فهي أقل كلفة مما يعانيها الآن إخواننا وأهلنا في الحديدة نتيجة هذا الاتفاق ونتيجة شرعنة كل جرائم الميليشيا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك طارق سرور الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ وديع. أستاذ وديع، يعني لو عدنا للوراء قليلا ولنجد أن تحرك المجتمع الدولي كان كثيفا لحظة وصول قوات التحالف إلى مشارف الحديدة، سبب ذلك هو حرصه كما يقول على عدم تعرض المدينة لكارثة إنسانية، وظهرت الهاشتاجات وحملات ل يعني حماية المدنيين. الآن المجتمع الدولي لم يحرك ساكن، وتقارير منظماتها تقول بأن اليمن أو الحديدة أصبحت أخطر مكان على اليمنيين، ما هذا التناقض؟ نعم، جميعنا نتذكر بأنه في يونيو 2018 تم إيقاف معركة الحديدة، بينما كان يعني النصر على شفاء يعني الإنجاز. كان الحوثيون محاصرين تقريبا على في مدينة الحديدة، ولم يبقى لهم إلا المنفذ الجنوبي، منفذ الشام الذي يؤدي إلى حجة ومنه إلى صنعاء. يعني المجتمع الدولي اتخذ الموضوع الإنساني في محافظة الحديدة وفي مدينة الحديدة بشكل عام كشماعة لإيقاف الحرب وإنقاذ الحوثيين، لذلك نظرنا له ابتداء، يعني ليس كأبناء للمحافظة هذه فقط بل حتى كمتابعين، بأنه عبارة عن يعني طوق نجاة رمية لهذه الميليشيا الانقلابية وتكريس شرعيتها كذلك في مدينة الحديدة. حينما قدم الحوثيون بأطقمهم إلى الحديدة في أكتوبر 2014، يعني كلنا كنا نعتقد أن أي تسوية سياسية وأن أي معركة لابد أن تنتهي في محصلتها بخروج هذه الميليشيا، لكن يعني اتفاق السويد جاء ليبقي هذه الميليشيا وليكرسها، فبقوا داخل مدينة الحديدة وقطعوا أوصالها كما أسلف وقلت، وكذلك زادت المعاناة الإنسانية، نزح الناس، تهجروا، أصبحت اليوم كل حارة داخل مدينة الحديدة محاصرة بمشرف يتبع المشرفين كذلك الحوثيين، وأصبحوا حتى يعدون على الناس أنفاسهم، يعني لا يخرج أحد من الحديدة إلا وقد يكون قد سجل كثير من المعلومات، أو حتى على مستوى عقال الحارة أصبحوا يأخذ المعلومات حتى عن الشباب المتواجدين داخل مدينة الحديدة، ويتهمون من حين إلى آخر من يريدون بالتخابر مع الإعلام مع ما يسمى بالعدوان الذين هم اليوم الحوثيون يسارعون للحوار معه. القضية الإنسانية بشكل عام في الحديدة حتى نتذكر حتى اليوم بأنهم استغلها المجتمع الدولي لابتزاز المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف إبان الضغوط الدولية التي نشأت على خلفية قضية مقتل خاشقجي، ولذلك المجتمع الدولي لم يعبأ بحياة أبناء الحديدة ولم يعبأ حتى بالقضية اليمنية بشكل عام، فقدم هذه التنازلات حينها تدخلت بريطانيا وتدخل السفير البريطاني، ونذكر حينها بأنه كانت ضغوط على غريفيث وجاء مسارعا الى الحديده وعقد مؤتمره الصحفي الذي لم يستمر اكثر من ربع ساعه في ميناء الحديده في نوفمبر 2018 ليقول بانه سيوقف الحرب، لكنه لم يوقف الحرب بل جاءت الويلات وجاءت الكوارث، ولا تزال هذه الكوارث تتوالى على ابناء الحديده حتى اليوم. نعم للاسف. اسمح لنا ان ينضم معنا المحلل السياسي دكتور علي العبسي من برلين عبر الهاتف. مساء الخير دكتور علي. مساء النور.
بعد عام على مرور ستوكهولم دكتور، كيف تقيم تعاطي الأمم المتحدة مع ملف الحديدة؟ الاتفاقية أو ما كانت تريده الأمم المتحدة من اتفاقية ستوكهولم حققته في نفس اللحظة. اتفاقية ستوكهولم لم تكن أبدا تستهدف حل الأزمة اليمنية أو التخفيف منها أو حتى حماية مدينة الحديدة. اتفاقية ستوكهولم كل من شارك بها وكل من وقع بها كان له غرضا آخر أو هدف آخر غير الهدف المعلن، والذي هو حماية المدنيين أو تخفيف حدة الحرب أو بداية حل سلمي الأزمة في اليمن بداية من الحديدة. الأمم المتحدة كانت أول المبعوث الأممي كان بحاجة إلى أي نجاح شخصي له لضمان موقعه ولضمان وظيفته كمبعوث الأمم المتحدة. الأطراف الدولية الأخرى، التحالف العربي أو السعودية، كانت بحاجة إلى نعم تهدئة الخواطر الدولية والقلق الدولي الذي نشأ عن الاغتيال البشري للصحفي السعودي خاشقجي. الحكومة اليمنية استجابت للضغوط السعودية. الكل كان يستهدف شيئا آخر غير مسألة حل أزمة الحديدة. وبالتالي أتى حتى الاتفاقية ولدت ميتة. الاتفاقية تمت صياغتها بطريقة مبهمة غامضة عمومية وبين أطراف أصلا هي يعني لا يوجد بها أدنى حد من الثقة. بين أطراف هي تتقاتل وفي أكثر الجبهات لا يمكنك أن تفرض حلا سلميا في جبهة والجبهات الأخرى مشتعلة. الاتفاقية ولدت ميتة، ولذلك لم نرى لها أي تنفيذ حتى هذه اللحظة، أي تنفيذ حقيقي واقعي حتى هذه اللحظة في الحديدة. والأمم المتحدة كان لها غرض أساسي أو شخصية في الأمم المتحدة، دعني نتحدث أكثر صراحة، الشخصية في الأمم المتحدة مثل جريفيث وغيره ومن ورائه الخارجية البريطانية كانوا بحاجة إلى نجاح شخصي محسوب لمبعوثهم حتى يستمر في موقعه هذا. نعم. إذن دكتور، يعني لا يزال أيضا المبعوث الأممي يمارس سياسة غير واضحة بالنسبة للحوثي رغم إصرارهم على إفشال المفاوضات منذ البداية وحتى الآن. الحوثي يراهن على شيء مختلف. الحوثي يراهن أيضا أن هو صاحب القرار. الحوثي يعتبر نفسه صاحب القرار، هو من سيسمح بتنفيذ الاتفاقية وهو من سيعرقلها. والحوثي ليس له أي أدنى مصلحة في تسليم مدينة الحديدة. من يعتقد أن الحوثي سيسلم الحديدة سلما أو باتفاق سلمية؟ يعني لا أعتقد أنه سيكون واهم أو لا يفهم فعلا الحركة الحوثية ولا يفهم طبيعة الصراع في اليمن. لا يمكن أبدا أن توقع المتحدة أن يعني لا أدري هل كانوا غائب عنهم وطبيعة الصراع في اليمن، هل كان يعني لم يدركوا فعلا كيف طبيعة الصراع وطرف الصراع المشتركة. هذا صراع عقائدي، صراع عقائدي بين طرف يعتقد أن له حق إلهي ما في الحكم وفي السيطرة، وبينه يعتبر طرف أخرى كلها خائنة وعميلة وغير وطنية. فكيف يمكن التوقع أن يتم تنفيذ الاتفاقية أو أن يصل الطرفان إلى اتفاق سلمي؟ الأمم المتحدة منذ البداية لم تكن لديها أي تصور واقعي عن طبيعة الحرب والصراع في اليمن. كلها تجري مباحثات كأنه بين طرفين سياسيين في بلد ما أو أحزاب سياسية شبيهة بالأحزاب الأوروبية التي يعني هناك فيها من العقلانية وتمارس السياسة بأدوات السياسة، لكن مع طرف ميليشاوي، طرف يعتبر القوة يعني هي الأساس في حركته ومغلف بإيديولوجية متطرفة، إيديولوجية دينية متطرفة. لم يكن أحد يتوقع أن يحصل أي اختراق في الاتفاقية. الاتفاقية منذ البداية وكما شاهدنا يعني الاتفاقية الآن متأخرة بعد عام كامل لم يشهد أي تقدم من أي نوع. ما يجري الآن هو حرب التقسيط. الحرب كانت هناك حرب الجملة، كان حرب يمكن أن تصل إلى نهاية وإلى حسم خلال شهر أو شهرين بعلاقة صمدة. نحن الآن نشاهد حربا بالتقسيط، حربا على امتدت إلى أكثر من سنة، والمعاناة المدنيين تمتد أيضا منذ أكثر من عام. كان بإمكان اختصار هذه المعاناة كلها في مسألة شهر أو شهرين تصمت فيها يعني تستطيع فيها القوات الشرعية وقوات التحالف العربي إخراج الحوثي من مدينة الحديدة، وكنا سنشاهد تغيرا كاملا على 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 ليس فقط في مدينة الحديدة ولكن على مستوى الساحة اليمنية الكاملة وعلى مستوى الحرب نفسها. كانت ستشكل ضربة قاسمة للحوثيين، وبعد ذلك يمكنك أيضا أن تدخل معهم في مباحثات سياسية. أما أن تدخل معهم في مباحثات سياسية وهم في موقع قوة وهم يظلوا يسيطروا على أهم المدن، على العاصمة وعلى المدينة الحديدة وميناء الحديدة، فلا يمكنك أن تصل معهم إلى حل سياسي. نعم. إذن سأعود إليك دكتور علي. إذن يجد الدكتور علي
بأن كل الأطراف ذهبت لغايات غير الغايات التي وضع لأجلها اتفاق ستوكهولم، ما رأيك بهذا؟ أتفق مع ما طرحه الدكتور علي حقيقة، لأنه حتى الشرعية يعني كما قلت أيضا لم تتعامل مع الحديدة بأهمية الجيوسياسية ولا حتى بثقليات الديموغرافي. يعني الحديدة يعني بإمكانها أن تكون يعني عنوان حقيقي للتنمية إذا ما استقرت أو تحررت بالنسبة وامتلكتها الشرعية، لكن الحديدة حتى المناطق التي نقول عنها محررة وهي اليوم تحت سيطرة الإمارات، الصيادين فيها لا يستطيعون يصطادون بكل حرية إلا بتصريح أو حتى إذا رضي عنهم التحالف في تلك المناطق. الخدمات التي نقول عنها كذلك في المناطق المحررة أيضا لم يتم تطبيع الأوضاع فيها كذلك. هذه الصورة التي نقول عنها في المناطق المحررة، لنأتي للمناطق التي هي محاصرة ويعني وبعيدة تماما عن عيون الإعلام وعن عيون الرقابة الدولية الإنسانية والسياسية، فإن ما يجري داخل مدينة الحديدة هو حصار حقيقي. يعني أستطيع أن أقول بأن مدينة الحديدة اليوم تحولت إلى سجن كبير فيه مئات الآلاف من الناس، ينظر إليهم المجتمع الدولي، يلتقط بعض الرسائل الإعلامية التي تظهر من حين إلى آخر على قنوات الإعلام التابعة للحوثي، وكأن الأمور مطبعة وكأن الأمور تماما، بينما اليوم الكهرباء تباع على الناس يعني بأسعار، الناس يموتون بسبب ضيق التنفس، ويموت أصحاب الفشل الكلوي وأصحاب المرضى الأمراض المزمنة بسبب انقطاعات الكهرباء وعدم امتلاكهم الإمكانيات التي يمكن أن توفر لهم على الأقل قيمة الكهرباء أو حتى قيمة الأكسجين الذي يمكن أن يشتروه. اليوم الحديدة هي سجن كبير بكل ما تعني الكلمة من معنى، بؤر المواجهات والمناطق التي هي في محل اشتباكات سيحيس والتحيتة وريف زبيد وريف الطائف مثلا التابع لبيت الفقيه حتى الدريهمي كذلك، اليوم هي كذلك مسارح للقتل اليومي، يعني إما عن طريق المواجهات والقذائف اليومية التي تنهال من الطرفين على الناس الذين يسكنون في المناطق الملتهبة، أو حتى على المستوى الألغام اليومية التي تزرع يعني من قبل هؤلاء الحوثيين. ونرى أيضا بأن هناك تخادم يعني واضح ما بين الإمارات التي أوقفت هذه المعركة وكان بإمكانها بشكل أو بآخر أيضا أن تطلق عنان هذه القوات لتذهب قدما إلى الحديدة، وكان الشباب وكنا على تواصل معهم يعني وكان فيهم الحماسة ما يجعلهم مؤمنين بأن المعركة لن تأخذ منهم أكثر من ساعات. يعني هذه العقيدة متواجدة لدى كل الشباب المقاتلين من أبناء تهامة، من أبناء العمالقة، من أبناء أشقائهم، من أبناء المحافظات الجنوبية الذي كانوا متحمسين لهذا الموضوع، لكن حينما طال الأمد وتم سحب بعض ألوية العمالقة إلى الجنوب بعد انقلاب أغسطس الماضي، أصبح أبناء الحديدة اليوم بين فكي يعني الإمارات وبين فكي الحوثي، والشرعية تتفرج عليهم موقف العاجز. ما يثير الدهشة أيضا بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي يعني والشرعية بشكل عام لم تتعامل بالأهمية الإنسانية التي يفترض أن يتبنى فيها معاناة الإنسان في الحديدة. يعني حتى الناس في الحديدة الذين يموتون بالأوبئة لا نرى لهم الحملات التي يفترض أن تذهب إليهم، أو حتى على الأقل يتم التنسيق مع الصليب الأحمر أو حتى مع اليونيسف أو حتى المنظمات الدولية التي يمكن كوسيط أو كشريك تصل إلى هؤلاء الناس، لا على مستوى الكوارث ولا حتى على مستوى الجرحى الحرب ولا على مستوى شهدائها، بينما نجد هؤلاء الشرعية تجامل الأمير الفلاني والشيخ الفلاني في الدول الذي هم منفيون فيها أو مهاجرين فيها، يعزونهم في أي ميت عليهم، بينما يموت العشرات يعني حتى شهداء الجيش الوطني الذين قصفوا من 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 الإمارات لم يعز فيهم يعني قيادة الشرعية، لكنهم استخدموهم كورقة. واليوم الإمارات لا تزال متواجدة ولا تزال تهدد يعني بالقصف، ولا تزال الحديدة في قبضة الإمارات وقبضة الحوثي، ولا يزال ساحل تعز كذلك بقبضة الإمارات. الأمور كلها تبدو وكأنها خارج سياق الاهتمام الحقيقي، ليس على المستوى الوطني والمحلي بل حتى على المستوى الدولي. القضية الإنسانية كما قلت هي شماعة وملف الابتزاز والمناورة السياسية ليس أكثر. نعم، إذن أعود إليك دكتور علي. دكتور، في بيان لها تقول 14 منظمة أنه بعد مرور عام على توقيع اتفاقية ستوكهولم تظل الحديدة كأكثر المحافظات خطرا على المدنيين، هل هذا ما خلص إليه اتفاق ستوكهولم؟ ألم يأتي لأجل حماية المدنيين وكانت المنظمات دائمة يعني الحديث عن الوضع الإنساني في الحديدة وأن الحل العسكري سيقضي على هؤلاء المدنيين؟ هذا ما سوق له أثناء بعد توقيع اتفاقية ستوكهولم، العالم كله ومنظمات دولية، الأمم المتحدة تفاخرت، جريفيث تفاخرت بأنهم استطاعوا منع مأساة إنسانية في الحديدة وأنهم استطاعوا منع تدهور الأوضاع ومعاناة المدنيين.
لكن كما قلت لك المعاناة كانت بالجملة ربما كانت تستمر شهر أو مجرد أسابيع وتنتهي، لكن الآن استمرت لأكثر من عام. نحن الآن نشهد معارك مستمرة، المعارك لم تتوقف، يعني المعارك الحقيقية لم تتوقف. إذا كانت الحديدة ربما في بعض المناطق، ولكن المناطق على مستوى الساحل الغربي بأكمله هناك الحوثيون يقصفون المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني، المعارك مستمرة هنا وهناك، الهجمات الحوثية تستمر، قصف الهاون، المعركة مستمرة، معركة مستمرة بوفق منطقة الحوثيين، ومتى ما أراد الحوثيون شن المعارك أو إشعال الجبهات ويتركونها باردة عندما يريدون. الاتفاقية ستوكهولم للأسف الشديد يعني على واقع الأرض ليس لها أي وجود نهائيا، هي منحت فقط القرار بيد الحوثيين، هم من يقررون حتى متى يستطيعون إحداث انفراج فيها، بينما الحكومة الشرعية اليمنية تنتظر ردود فعل الحوثيين ثم تقوم برد فعل. لا تبادر أبدا باستطاعة الحكومة الشرعية تغيير هذا الوضع تماما. اتفاقية ستوكهولم قلناها منذ البداية ولدت ميتة، لا يمكن. أنا أتذكر قبل العام الماضي بالضبط عندما تم توقيع الاتفاقية ذكرت أن الاتفاقية ولدت ميتة وغير قابلة للتنفيذ ولن تنفذ، وأنا أقول مرة أخرى أنه هنا لن تنفذ. ماذا ينبغي على الحكومة الشرعية أن تفعله؟ على الحكومة الشرعية الآن أن تبادر، لا يمكن أن نظل الوضع هذا أيضا عاما آخر. الناس يعانون في الحديدة وفي كل المحافظات ليس فقط في الحديدة، ولكن حتى في تهامة، في حجة، في المحوي، في صنعاء، في كل الأماكن، في صنعاء، في كل المناطق. إذن أنا لماذا برأيك مرتبطة بالحديدة؟ نعم، لماذا برأيك يحرص جريفيث على حضوره في ملف الحديدة لكنه يغيب في ملف تعز وملف المختطفين والمعتقلين؟ هي مسألة الحديدة باعتبارها أنها مدخل لتحقيق السلم. الحديدة، ملف الحديدة أولا باعتبارها أنها الميناء الرئيسي بالنسبة لليمن، الميناء الذي تدخل منه المساعدات الدولية، الميناء الذي لديه قدرات لوجستية لضمان الإمدادات المساعدات الإنسانية لإعانة الإغاثة المدنيين. من هذا المنطلق، ومن منطلق أنه هذا الميناء يمثل واحد من أهم مصادر إيرادات الدولة اليمنية، وبالتالي من خلاله أيضا يستطيعون حل مسألة الأزمة الرواتب ودفع الرواتب للموظفين بالذات في المحافظات الشمالية. هو يعتبرها منطلق أساسا، ولكن هو منطلق قاصر. لا يمكنك أن تجزئ الحرب كما تريد وأن تحقق سلاما في جبهة بينما الجبهات الأخرى مشتعلة وتدور فيها معارك دامية. هذا المنطق فشل في أكثر من مكان في العالم، ويفشل هو في اليمن، وهو فاشل منذ أكثر من منذ عام كامل، لم يحدث أي تقدم من أي نوع. ما يعمل عليها جريفيث هو إنقاذ وظيفته هو كمبعوث الأمم المتحدة. يتلقى الرواتب غير معقولة، نحن نسمع عن إشاعة أن هنا يتلقى تقريبا بدل سفر 10,000 دولار في اليوم عندما يزور صنعاء. يعني هذه مسائل يعني تدعنا نشك فعلا في المغزى، في مغزى استمرار هذا المبعوث، في مغزى استمراره خلال هذه السنتين دون أن يقدم أي شيء. الحوثيين يتعاملون بنوع من المناورة عندما يقترب موعد إلقاء البيان أو إلقاء إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن، يدعون أنهم تقدموا، يدعون أنهم وافقوا عن شيء، يسمحون بخطوات على الأرض، خطوات خيولة ليس لها أي معنى حقيقي من أجل أن يستطيع المبعوث الأممي أن يقدم شيئا إيجابيا لمجلس الأمن ويدعي أن هناك تقدم، وبعد أن ترفع جلسة مجلس الأمن تعود الأمور إلى سابق عهدها وربما حتى أسوأ. المشكلة نحن نشاهد معركة قط وفار، ملاحقة قط وفار في الحديدة، ولا أحد يهتم بالمدينة كما ذكر العزيز وديع عطاء عندك. لا أحد يهتم بالمدنيين، لا يهتم بما يحصل للمدنيين في الحديدة وفي غير الحديدة. هذه المسألة هي ما تؤرق الجميع. لا الحكومة الشرعية مهتمة بالمعاناة المدنيين في الحديدة وفي بقية مناطق اليمن، ولا الأمم المتحدة، ولا الحوثيين بطبيعة الحال، ولا التحالف العربي بطبيعة الحال. نحن بحاجة إلى تغيير في 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 في, في مسألة التعامل مع موضوع الحديدة. الأولى بالحكومة اليمنية وبالشرعية اليمنية أن تبادر، أن تعتبر اتفاقية ستوكهولم قد انتهت، مر عام كامل دون أن يتم أي تقدم في أي بند من بنود الاتفاقية، فعليها أن تعلن أن الاتفاقية انتهت وتقوم بتحرير المدينة بالقوة المسلحة. وعند ذلك سيحدث التغير، حتى الحوثيين سيكونوا مستعدين أن يقدموا تنازلات حقيقية. لكن عندما الآن كل الأمور هادئة، عندما يقدم دائما إحاطات بإيجابيات ليس له أي دخل فيها، حتى اعتبر اتفاقية الرياض نوع من التطور الإيجابي الذي قدمه كأنه اعتبر من إنجازاته الشخصية، كإنجازات مبعوث أممي.
هناك مسألة غير طبيعية تجري في الحديدة وفي كل اليمن، لكن في الحديدة هي الملف الأكثر حساسية والأكثر يعني وجودا على 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 الساحة الدولية. لا يوجد أي تقدم في الاتفاقية، إذا لماذا يتمسك بها الحكومة الشرعية، ولماذا يتمسك بها الأمم المتحدة، وإذا لماذا يتمسك بها التحالف العربي؟ نحن بحاجة إلى تغيير هذه النظرة، نحن بحاجة إلى انهاء هذه الاتفاقية، اتفاقية لم تعد لها أي قيمة على 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 الأرض، ولم يعد لها معنى إلا استمرار معاناة المدنيين في اليمن وفي الحديدة وفي كل مكان. إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. عودة إليك أستاذ وديع. أستاذ وديع، يعني رغم أن يعني تقرير الأمم أو عفوا 14 منظمة أرقام مفزعة عن الانتهاكات التي تحدث وتوصيف يعني مخيف بأن الحديدة يعني أسوأ مكان لليمنيين، لكن الغريب أنها لم تسمي الأطراف المنتهكة. هل تحولت الحرب في اليمن إلى حرب مفتوحة دون جناه؟ المنظمات الدولية بشكل أو بآخر في بعضها يعني مخترقة يعني من بعض الذين هم يخدمون الأجندات الدولية التي أصلا تخدم إيران بشكل عام، وحتى تخدم منظومة الانقلابات التي استهدفت الربيع العربي ودول الربيع العربي بشكل عام. لذلك هم يحاولون ينعموا ويجملوا قبح هذه الحروب، ويجملوا هذه الجرائم التي يقوم بها مثل هذه العصابات والميليشيا. المنظمات الدولية بحاجة إلى نوع من المصداقية ومراقبة الضمير في إصدار مثل هذه التقارير لكي تكون دقيقة وتلامس حقيقة ما يجري، لأنه أنا أستطيع أن أؤكد بأنه حينما تقول بأنه 799 قتيل وجريح مثلا على مستوى في محافظة الحديدة منذ اتفاق ستوكهولم، أعتقد بأن الرقم أكثر من ذلك بضعفين أو ثلاثة أضعاف الرقم الحقيقي، لأن هناك عشرات القرى التي هي في يعني في يد الميليشيا تسقط عليها يعني قذائف من قبل قوات مثلا الشرعية وقوات التحالف أو قوات العمالقة، وهناك كذلك عشرات القرى التي هي في مكان العمالقة وقوات الشرعية كذلك تسقط عليها قذائف من قبل الحوثيين بشكل يومي كذلك، وبالتالي هناك ضحايا لا يصلوا إلى من إلى الجهات التي يمكن أن تقيدهم وتسجلهم كضحايا رسميين أو ضحايا حقيقيين. الأمر يشابه كذلك ضحايا حمى الضناك وحمى الملاريا وحمى يعني وهذه الحميات التي تفتك بالناس في هذه الأرياف وفي هذه المدن. لذلك نحن بحاجة إلى أن الشرعية تراقب يعني تراقب الله في مسؤوليتها إلى متى ستستمر الشرعية يعني تتماهى مع وهم اتفاق السكون؟ الشرعية أعتقد بأنهم مرتاحين أصلاً بعيشة الفنادق، مرتاحين بالمصروف اليومي من الكفيل في السعودية، مرتاحين بمثل هذه بهذه الحال الذي اغتنوا من خلاله يعني وكيل وكي جيش من وكلاء الوزارات، كل واحد منهم $5,000 والوزير يستلم $10,000 أو مدري كم، وكل واحد يشتري الشقق في اسطنبول أو في الدوحة أو في القاهرة، بينما يعني الناس لا يجدون حتى ما يأكلون يعني حتى الفتات داخل اليمن. يعني هؤلاء المسؤولين لم يعودوا يعبؤوا إلا بأرصدتهم في البنوك كما كيف ستكبر، و بأولادهم كيف سيؤمن لهم مستقبلهم، بينما أبناء اليمن وأبناء الفقراء وأبناء البسطاء يدفعون الثمن غاليا من حياتهم ومن أوقاتهم ومن دمائهم. والله يحز في النفس أن أبناء يعني أن أصدق شباب اليمن وأكثرهم وأشجعهم يعني رجولة في اليمن هم الذين يرابطون في الثغور وفي الجبهات وفي المتارس، يرابطون شهور بلا رواتب، بينما يعني صعاليك الشرعية تصع لكم في كل العواصم وينتظرون ويبقون هذه المعركة مفتوحة، بينما همة الشباب قادرة على أن تحسم هذه المعارك، أبناء الحديدة قادرين على أن يحسموا هذه المعركة فيما لو وجدوا الدعم الحقيقي من الشرعية، أبناء تعز يستطيعون أن يفكوا الحصار إذا ما وجدوا الدعم الحقيقي من الشرعية، أبناء نهم، أبناء حرض، أبناء عبس، كل الجبهات مستعدة أن تحسم هذه المعارك، لكنها لا نمتلك الشرعية التي تتكافى مع قوة هذا الجسد القوي والشجاع من الشعب اليمني. للأسف يعني نحن شعب قوي وعظيم ولكن برأس ضعيف هزيل للأسف، يعني أهاننا أمام كل الدول وأهاننا أمام أنفسنا حتى كذلك. نعم للأسف الشديد. إذن شكرا جزيلا لك وديع عطاء الصحفي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه. We'll be right back.